السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخطر الحقيقي اللي بيواجه مريض السكر هو ظهور مضاعفات المرض الخطير عليه، زي اعتلال الكلى وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم واعتلال العين وغيرها كتير. علشان كده في الفيديو ده هنعرف مع بعض أكتر الأكلات المضرة بمريض السكر واللي بترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير. تابعني بعد الفاصل، أنا محمود جمال وأنت بتشوف برنامج وقاية. اهلا بيكم مره تانية، وقبل ما نبدا احب افكركم تكونوا مشتركين في القناه ومفعلين الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهات التوعيه اللي بنعملها اول باول باذن الله. ونبدا باول واخطر الانواع، وهو السم الابيض او سكر المائده، واللي بيسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل سريع جدا وبيتم امتصاصه بشكل مباشر عن طريق الدم، وبيؤدي في النهايه للاصابه بمضاعفات مرض السكر بشكل اسرع. بننصح دايما بالتوقف عن استخدام السكر الابيض ولكن بشكل تدريجي، لانه له اعراض انسحابيه نقدر نتوقف عن استخدامه على مدى شهر بتقليل استخدامنا ليه معدل نص معلقة كل أسبوع. النوع الثاني هو الخبز الأبيض وكل أنواع المعجنات اللي داخل فيها استخدام الدقيق الأبيض المكرر، وده لأنه بيتسبب في ارتفاع مستويات السكر بشكل ملحوظ. النوع الثالث هو المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، أو ما يعرف بالسكر الخفي، وده لأنهم بيحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز، والعبوة الواحدة تقريبا بتحتوي على متوسط 15 معلقة سكر. أما النوع الرابع هو الرز الأبيض والمكرونة، ده لأنهم مصنعين برضو من الدقيق الأبيض المكرر اللي بيسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير. النوع الخامس هو اللحوم المصنعة زي البرجر وخلافه، وده لأنهم بيحتوي على نسب عالية من الدهون بتسبب في ارتفاع مستويات السكر والدهون الثلاثية في الدم. النوع السادس هي الدهون المشبعة زي اللي موجودة في الوجبات السريعة واللي بتسبب في ارتفاع مستويات السكر والدهون الثلاثية الضارة في الدم. النوع السابع وهي البطاطس، وده لأنها بتحتوي على نسب عالية من النشويات بتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل سريع. النوع الثامن وهي الفواكه المجففة، وده لأن الفواكه المجففة بتحتوي على نسب عالية من السكريات بتساوي تقريبا 5 أضعاف الموجودة في الفواكه الطازة. النوع التاسع وهي العصائر المعلبة، وده لأنها نسبة السكر الموجودة فيها عالية جدا بتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير. النوع العاشر وهو العسل، ورغم فوائده الكبيرة جدا إلا إن ما بننصحش بيه دايما لمريض السكر، لأن استخدامه بيسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير. اعتمادنا على الأكل الصحي وممارسة الرياضة هي أول طريقنا للوقاية من مرض السكر ومضاعفاته الخطيرة. تابعيني في الفيديو الجاي هنعرف مع بعض أهم 10 نصايح لمريض السكر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.